إرث حافل بالجهاد ثري بالعلم تركه السيد قاسم الموسوي الذي وافته المنية أثناء أدائه مراسيم الزيارة في كربلاء المقدسة. تشيع مهيب شهدته محافظة الديوانية للفقيد بحضور علمائي وشعبي كبير. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. ماذا أقول فيك يا أبا عقيل؟ أي صفة من صفاتك وأنت أمامي جثة هامدة لا حراك فيها؟ أبا عقيل، لقد رحلت وجرحت قلوبنا. إخواني، أبو عقيل سايرته منذ سنة 1984 وإلى هذا اليوم. ماذا رأيت من أبي عقيل؟ أبو عقيل يتصف بأربع خصائص قصدتكم إياه، وهي نادر أن تجد هذه الصفة. أول صفات أبو عقيل التقوى. والله 50 سنة ما سمعته يوما اغتاب أحد أو انتقص من أحد، وحتى الذين كانوا يؤذونه كان يدعو لهم بالخير. أبو عقيل رمز من رموز المتقين المخلصين العاملين، هاي واحد. أبو عقيل أيضا من الصفة الثانية من صفات أبو عقيل الإخلاص، لا يتحرك إلا لله وفي الله. منذ عرفته في معسكر الشهيد الصدر وفي مشهد وفي لبنان وفي العراق وفي الديوانية، رمز من رموز الإخلاص لله وفي الله، لا يبغي عنه الخلاص. ما ساعة من الساعات تطلب الدنيا، عاش فقيرا ولم يمد يده لأحد. عزة النفس التي كان يتسم بها أبو عقيل، كان يقرأ محرم كله يوميا 4 مجالس، ما يلتفت ماذا يعطون وماذا. أي واحد، أبو عقيل رمز من رموز التقى ورمز من رموز الإخلاص بعد. وأبو عقيل هو العبد الصالح بكل ما للكلمة من معنى، بكل ما للكلمة من معنى. لما تيجي تطبق وأقول له السلام عليك يا أيها العبد الصالح، حقيقة من العبد من العباد الله الصالحين المخلصين لله في كل كلمة قالها. والصفة الأخرى التي تميز بها أبو عقيل الزهد في الدنيا. ما وضع حجرا على حجر ولا عاش لدنياه ابدا، بل هو للاسلام وبالاسلام. ما عاش بالاسلام، عاش للاسلام. كان مصداقا حقيقيا للعبد الصالح، رحمك الله يا ابا عقيل. واخيرا اقول، وابرز صفه من صفات ابو عقيل هو عمق الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه. ولذلك أنا أقول أن أبو أقول له يا أبو عقيل، لقد فجعت قلبي وكسرت ظهري. والله يسر، وكل الأخوة اللي كانوا معانا يدرون أبو عقيل، ما هو أبو عقيل؟ رجل الإسلام ورجل الدعوة ورجل الهداية ورجل الإرشاد. رحمك الله يا سيدنا، اذكرنا عند ربك.
اذكرنا عند الشهيد الصدر، اذكرنا عند الشيخ مهدي العطار، اذكرنا عند الشيخ محمد مهدي الآصفي. أقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. يا سيدي يا مولاي، لقد نزل أحد أبنائك الأبرار انت في جوارك، أسأل الله أن يرزقنا شفاعة هذا العبد الصالح يا الله.